هذا الجيش العسكري وهذه البندقية التي تجدونها بيدي على كبر سني وأزمة قلبية عندي ومرضي وضعفي، كل ذلك استجابة للنداء الذي وجهه المرجع الأعلى السيد العظيم آية الله العظمى السيد علي السيستاني الوكيل النائب عن مولانا صاحب العصر والزمان. أطال الله عمره وأدام الله ظله استجابة لطلبه، وناشد العراقيين جميعا من كل من يقدر على حمل السلاح من الشباب وحتى غير الشباب، كل من يقدر أن يحمل السلاح ويستعمل السلاح، وأن السلاح جزء مقدس بأيدينا وأيديكم، يجب وجوباً